ولمعرفة معلومات أكثر عن الدعم الشعبي لتظاهرات بغداد والمحافظات ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من نينوى أنس الشرقي. حياك الله أنس، ما الجديد في نينوى؟ كيف هي الوقفات التضامنية؟ ما هي الشعارات التي ترفع في الموصل؟ تفضل. نعم رانيا، اليوم محافظة نينوى كإحدى المحافظات التي تريد حقوقها بعد سلب هذه الحقوق من قبل الحكومة المركزية أو التقاعس عن الواجبات المفروض أن تقدم لهذه المحافظات. نينوى أكثر المدن التي تعرضت إلى الضرر بعد خلاصها من تنظيم داعش وتحريرها من هذه العصابات، لا زالت تعاني الكثير من المعاناة من دمار المدينة ونقص في الإمكانيات المقدمة إلى دوائرها، وهناك الكثير من الملفات تتعلق بهذه المحافظة مما ارتأى إلى أهلها للمطالبة بحقوقهم، ولكن في وضعها الاستثنائي وما تعرضت له من مظاهرات قبل 2014 حتم عليها عدم الخروج أو هناك مبرر لها في الركود في نوعا ما عن التظاهرات التي تجري الآن في وسط البلاد وجنوبها. ولكن ما تشهده المحافظة في اليومين أو ثلاثة أيام الماضية واليوم، هناك تفاعل أكثر من الذي كان موجود في الأيام الماضية، وهو الوقفات التضامنية وخصوصا في المحافل الثقافية في المحافظة وكذلك جامعة الموصل التي شهدت يوم أمس هناك إضراب من عدد من كليات الجامعة، واليوم كان الإضراب بنسبة أكبر بعدد من الكليات، عدد أكبر من يوم أمس، حيث وصلت نسبة المضربين على الدوام إلى 80% أو ما أكثر. ولكن هناك يجابهون في بعض الصد والإجراءات الأمنية الصارمة تجاه هذه الشريحة من الطلبة بمحاولتهم لإبداء رأيهم وإبداء ما هم يشعرون فيه من الإمكانيات أو وجود إثبات وجودهم في هذه المظاهرات وتأييدهم للمظاهرات التي تجري الآن في وسط البلاد وجنوبها. أنس الشرقي مراسلنا من نينوى، وشكرا لك على كل هذه المعلومات.